حسين الشحات، واللي بيقول ان الحديث عن اصاباتي متروك للنادي. واحنا من يومين كان عندنا كابتن سامي قمصان مع اسلام الشاطر في حلقه من حلقات سهره معه في قناه الاهلي، وسامي قمصان اتكلم او كابتن سامي قمصان اتكلم على ان حسين الشحات عنده بعض الالام في عضلات البطن فمحتاج جراحه، وده كان مأثر على مستواه خلال الفتره اللي فاتت، فممكن يعمل الجراحه خلال فتره التوقف. لما الشروق ساله حسين الشحات قال لهم انا ما اقدرش اتكلم على موضوع الاصابه، الامر متروك للنادي. قال لهم كابتن سامي قمصان كان اتكلم في القصه دي، لكن انا ما اقدرش اضيف اي شيء جديد. وانا يعجبني الالتزام، يعني التزام اللعيبه، يعني بعض اللعيبه كده لما بيبقوا ملتزمين وعارفين ايه اللي ينفع يتكلموا فيه وايه اللي ما ينفعش، فده امر مهم. اي مسؤول في النادي الاهلي حر ان هو يتكلم في القصص اللي زي دي ويعلنها وقت ما يحب يعني، وده اللي حصل من خلال كابتن سامي قمصان. يعني انا ما اتفرجتش بصراحه على الحلقه، بس انا شفت من خلال الخبر بيقولوا كده يعني. لكن في كل الاحوال نتمنى حسين شحات طبعا السلامه، ولو في جراحه محتاجه خلال الفتره الحاليه ممكن يكون هيجريها، ما فيش خبر رسمي خرج من النادي الاهلي بخصوص هذا الاتجاه يعني. لكن في كل الاحوال حسين خامه مميزه واضافه بكل تاكيد للنادي الاهلي، نتمنى باذن الله وهو قادر على كده ان هو يرجع لمستواه خلال الفتره اللي جايه. طيب اليوم السابع بتتكلم على كريم نيدفيد ان هو بيتواصل مع طبيبه الالماني بالكونفرنس كول بعد تاجيل سفره. احنا عارفين ان كريم نيدفيد حكيت لكم القصه اكتر من مره يعني، فكان ميعاد السفر بتاعه المفروض اول شهر 4، فبسبب كورونا فتم تاجيل الميعاد لاخر 4، لكن هيتواصل مع الطبيب اللي اجرى له الجراحه من خلال الكونفرنس كول، ويتواصل معاه ويقول له كل الجديد بخصوص الاصابه، ولو في برنامج محدد هيقوله الطبيب لكريم هيقوم بيه كريم هنا في القاهره. وان شاء الله الموضوع ماشي في اتجاه ايجابي، وكريم نيدفيد باذن الله هيرجع. الفتره ممكن تطول شويه، لكن الامور بالنسبه له ماشيه بشكل جيد، لعيب بيفتقده النادي الاهلي بكل تاكيد في خط وسط الفريق. الوطن سبورت ورمضان